جزاك الله خيرا، وقول جزاك الله ألف خير، كلاهما دعاء، ولكن مقولة جزاك الله خيرا أبلغ من أن تحد بعدد. فعندما تقول جزاك الله خيرا فهذا يشمل كل خير، يشمل خير الدنيا والآخرة بلا عد ولا حد. أما إذا قلت جزاك الله ألف خير أو نحو هذا، فهذا تحديد للخير الذي تسأله لمن تدعو له، فالإطلاق في مثل هذا خير من التقييد.